التيست الاولاني اللي موجود معانا، وطبعا امتحان كان في محافظه الجيزه يعني. supply the missing parts in the following dialogue، دي محادثه، وزي ما احنا اتفقنا اي محادثه لازم نقراها فاضيه عشان نبتدي نفهم الاحداث، وهل هجاوب بيس ولا نو، ولا انا رحت المكان الفلاني. فتعالى نقراها كده. امنيه بتكلم شيرين، فامنيه بتسال وتقول what are you going to do during the weekend، انت هتعملي ايه خلال الاجازه الاسبوعيه. I want to watch a football match، وشيرين قالت لها انا عايزه اتفرج على ماتش كوره، football match. سالت سؤال امنيه، قالت لها at the stadium، على الاستاد. but I don't think I can، ولكن بيتهيألي لن استطيع. يبقى هي كانت بتسالها وبتقول لها اكيد حاجه مهمه، اين تريدي ان تشاهدي الماتش دوت؟ فقالت لها في الاستاد، بس غالبا كده اعتقد I can، I think، I don't think I can، لا اعتقد ان انا استطيع اروح يعني. يبقى اين تريد ان تشاهد الماتش؟ هقولها ازاي؟ ده مضارع لان الباراجراف كله I want to watch، يبقى اين تريد ان تشاهد؟ نقولها ازاي؟ اين يعني ايه؟ مستر where did you watch؟ مش ديد بقى، where do you or where do you watch بالظبط. هنقول ليه want، لان ده مضارع الباراجراف، سوري الديالوج في المضارع. where do you want to watch the match، اين تريدي ان تشاهدي الماتش؟ قالت لها at the stadium، في الاستاد، بس اعتقد ان انا مش هقدر اروح. but I think، I don't think I can. طيب بص اللي جايه دي بقى مهمه جدا، because، علشان، بسبب، I ought to finish my science project، عشان يجب عليا ان انا اخلص الساينس بروجكت بتاعي، المشروع الساينس. يبقى لماذا لا تستطيع الذهاب؟ لماذا لا تستطيعي؟ ممكن اقول كذا اجابه مش بس. ايوه can't you why بصوا الاجابه why you don't go to the stadium. لا، عشان انا بقول I think، I don't think I can. يبقى لماذا لا تستطيع؟ why can't you go، why can't you go، او why not، ليه لا. انا بقول لك دلوقتي انا مش هقدر اروح، فبتقول لي why not، ليه لا. او الاجابه الاحلى طبعا اللي قبلها، why can't you go، لماذا لا تستطيع الذهاب؟ فانا بقول علشان انا عندي ساينس بروجكت لازم اخلصه، because I ought to finish my science project. طيب well the science project is very interesting، فعلا ال science project ده is very interesting، ده ممتع جدا جدا جدا. طيب number three، او اللي هو يعني السؤال what about you. احنا لما نكون بنتكلم على حاجتين واقول لك هتفرج على ماتش كوره في الاجازه الاسبوعيه بتاعتي، فانت بتقول لي طب وانت هتعمل ايه؟ What about you؟ ده سؤال اجابته مفتوحه. ليه؟ لان انا كاتب I hope you will get high marks in your exam. فانا ممكن اقول لك انا عندي امتحان، انا هذاكر عشان الامتحان، انا هاخد كورس عشان عندي امتحان. قصدي اقول من الكلام اللي انا عندي اي اجابه، أنا هذاكر عشان عندي امتحان، أنا هذاكر كثيرا عشان عندي امتحان. مين ممكن يقول what about you؟ أنا يا مستر، أنا يجب علي أن أذاكر عشان عندي امتحان. قول لي جملتك. I will study to the exam. To get high marks. I will study. Study إيه؟ To get high marks. ما هو study مادة إيه؟ أذاكر إيه؟ English. I will study English. Because I have an exam. Because I have an exam. أذاكر إنجليزي عشان عندي exam. عادي، جملة صح، ما فيهاش أدنى مشكلة. I will أو I should study، زي ما أنت عايز اللي يعجبك. I should study English because I have an English exam. ممكن تقول I ought to study، يجب علي I should to study، دي إجابة تانية. Hard for my exams، عشان امتحاناتي لازم اذاكر بقوه كتير عشان عندي امتحانات، اللي يعجبك اي اجابه تنفع طالما الجرامر صح.
فالبنت ردت عليها اتمنى ان انت تحصلي على درجات عاليه في الامتحانات بتاعتك. I hope you will get high marks in your exams. فهتقول لها اخيرا شكرا جزيلا. Thank you او thanks a lot. اي اجابه من الاجابات دي؟ You are welcome. يعني مش هقول you are welcome غير ما حد يقول لي thank you او thanks a lot. يعني اي اجابه من دول هتبقى صح. فأنا لما حد يقول لي شكرا أو شكرا جزيلا هرد أقول عليه you are welcome. طيب السؤال اللي بعده underline the correct words in brackets. A helicopter اللي عنده الدوشة يحاول يسيطر شوية. A helicopter went to A the sailors from the sinking ship. أنا ترجم لك كده واحدة واحدة. الطيارة الهليكوبتر ذهبت عشان تعمل إيه؟ البحارة من المركب اللي بتغرق. كلمة سينك ريسكيو تنقذ. برافو. هي بتنقذ البحارة من المركب اللي بتغرق. كلمة سينك يعني يغرق. فما اقول اي سينك يعني انا بغرق. عشان كده لازم تقول لو انا اعتقد اي ثينك عامله زي الثه كده. وده الفرق في النطق المهم. طيب نمبر 2 جيمي هاز بين ان ذيس سكول last month الشهر اللي فات. ودي حاجة مؤكدة ومعروفة ومحددة. since ما قلتش for two months. لا انا ما قلتش for. لا غلط. for since دي حاجة محددة. لكن اقول لك for امتى؟ for one month, for three months, لو ثلاث شهور. for three days. three days مدة استغراق لكن مش مدة محددة. لكن انا بحدد لك وبقول لك الشهر اللي فات. ده حاجة محددة last month يبقى since. Number three, in radio plays, في مسرحيات الراديو في مسلسلات الراديو, actors are in موجودين فين؟ Studio. موجودين في الاستوديو يا مستر والتك عطاها يا مستر. هنروح عند number four, the butterfly, الفراشة, has got spots on each wing. Spots كده زي نقط. ايه بقى؟ spots are black. انا دلوقتي كلمتك على حاجه محدده ومعروفه. حاجه اسمها ولا ان ولا زي ولا ذا. حاجه معرفه اهي ومحدده زي ما كنت بقول ذا sun, ذا مون, ذا ايرث. فانا بعرفك ان الفراشه عليها نقط وعلى جناح يبقى دي حاجه مذكوره. واعرف الفراشه ذا spots are black. النقط اللي على الفراشة دي على الجناح بتاعها سودة. نمبر 5 scientists العلماء explore the deep ocean اكتشفوا أعماق البحار أو المحيطات when they go down لما بينزلوا فين؟ حفظ كلمات. submersible. هي اللي انت بتحاول تنطقها دي. submersible اللي هي الغواصات اللي بتنزل في أعماق البحار. طيب عندنا it's going number 6 It's going to be boring. دي هتبقى حاجة مملة جدا. I hate museums. أنا بكره المتاحف. الجمل اللي أنا بقولها دي هل أنا بستود جاك ولا complained ولا asked ولا complained؟ الراجل قاعد بيشتكي. complain. برافو. Number 7 These bags are heavy. الشنط دي تقيلة جدا. Would you mind؟ حد فاكر قاعدة mind بيجي وراها إيه؟ مين؟ To help. لا غلط. مين قال؟ Would you mind helping. قلنا اللي فيه افعال زي like و love و hate و looking forward to بيجي وراهم الفعل تحط له ing وبتحولها لصيغه الجيرن اللي هي صيغه اسم المصدر. ما ينفعش اقول would you mind to. mind وراها الفعل حط له ing يبقى would you mind helping me. Number 8 A is a low land. هي أرض منخفضة between mountains. ما بين الجبال. هل هي valley وادي ولا kingdom مملكة ولا war مدودة ولا plum اللي هي زي ريشة كده. kingdom. لا kingdom دي مملكة زي أمريكا. valley. إنجلترا بنقول عليها. هي valley. 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 هو الوادي. الوادي ده بيكون بين جبلين. لكن كلمة كينج دم دي مملكة زي ما اجي اقول
United Kingdom, المملكة المتحدة اللي هي انجلترا عاصمة بقى وبلد كبيرة فدي مملكة. Number 9, how long has your grandpa had? Has, وعايزين التصريف الثالث مضارع تام. التصريف الثالث بتاع war. War. اللي هي دي. طب انا war. بالظبط. How much? خد بالك. The statue sold for in 2009. من 2009 يعني في الماضي. ده صيغة الباسيف في الماضي. Was. ليه يا ويستر was؟ عشان هو statue واحد. يبقى was. بعد كده هنروح عند rewrite the following sentences. اسأل نفسك في rewrite. القاعدة دي هي قاعدة انهي درس انا خدته. القاعدة دي قاعدة ايه؟ قبل ما تجاوب. He bought, هو اشترى his car, اشترى عربيته دي 20 years ago. ده جملة في الماضي عادية جدا. التصريف بتاع باي بوت وادي الجملة اللي بتدل على الماضي 20 years ago من 20 سنة. بين قوسين بيقول لك has had مضارع تام. يبقى خد بالك اما تيجي كلمة 20 سنة وانت مش عارف هما امتى وفين ومن سنة كام يبقى لازم تستخدم has had وبعد كده for. هو عنده العربية دي من 20 سنة. بقولها ازاي؟ He has had his car for 20 years. 20 سنة دي مدة استغراق الحدث لكن انت مش عارف من سنة كام بالظبط فانت بتقول هو عنده العربية دي منذ 20 عاما. He has had his car for 20 years. ايه يا مستر في حاجة اسمها has had؟ ايوه has تكوين الزمن و had التصريف الثالث بتاع يمتلك have. الجملة بتتكون he has had his car for 20 years وده مضارع تام. تعال نروح عند اللي بعده. The exam was easy. الامتحان كان سهل. دي جملة. بعد كده full stop. Everyone could pass. كل واحد والله ممكن يعدي الامتحان ده. خد بالك. مستر. ايوه يا مستر. The exam was so easy that everyone could pass. شكرا يا مستر. ممكن تقول لي يا مستر عشان احبك. لا يا عم ما تقوليش مستر وتتك على الطهو كده. طار. يبقى سو القاعده اللي هو بيقولها سو وراها الصفه بس وبعد كده نربط ونكمل الجمله الثانيه. يبقى ذا اكزام واز سو ايزي. الامتحان ده سهل جدا. ذات اوعى تنسى ذات وادي الصفه بعد سو بس. ما ينفعش يجي وراها اسم زي such وبعد كده ايه او an والصفة وبعد كده الناون. لا so وراها صفة بس. That could او that everyone could pass. كل واحد ممكن يعدي الامتحان ده. يبقى the exam was so that everyone could pass. طيب number 3. American scientist العلماء الامريكان discovered the strange creatures. مين؟ ينفع جوابها؟ مين اللي بيقول؟ زياد. ينفع يا زياد. عايزين نقول strange. عايزين نقول العلماء الامريكيين اخترعوا او اكتشفوا ده جملة في الماضي عادي جدا. بعد كده عندنا بس هشرح لهم يا زياد وخليك تجاوب. عندنا strange sea creatures دي المفعول به. عايزين نقول الكائنات البحرية الغريبة دي تم اختراعها واكتشافها عن طريق العلماء الأمريكان. قول يا زياد. The strange sea creatures. أيوة. Discovered by American scientists. بالظبط. Where discovered. ليه قلنا where يا زياد؟ عشان sea creatures. جمع. جمع جملة جمع. فعشان كده لازم يبقى الباسيف في الماضي كانت بتكون من was أو where وادي التصريف الثالث. وادي المفعول به أكيد الكائنات البحرية الغريبة دي مش هتكتشف نفسها. تم اكتشافها عن طريق American scientists العلماء الأمريكان.
بعد كده هنقلب الصفحه ونروح عند نمبر 62. بيج نمبر 62 زي ما احنا شايفين كده جون hasn't got any money. جون ده والله معهوش اي فلوس. الولد معهوش فلوس. جمله ثانيه دي جمله فول ستوب اهو. He doesn't buy the guitar. هو ما اشتراش جيتار. جمله في المضارع عادي جدا مفيش ادنى مشكله. If he didn't. السنه دي ثواني اشرح القاعده واخليكم تجاوبوا. If اللي مقرر علينا السنه دي المضارع العظيم بعدها ماضي في الجمله اللي بعد if على طول، والجمله الثانيه would والفعل في المصدر. فهقول if لازم يجي وراها ماضي. خد بالك بقى ان has got دي ما تقوليش had got. لا مفيش حاجه اسمها had got. الماضي بتاع has got had. هو لو كان معاه فلوس كان اشترى جيتار. نقولها ازاي؟ مستر ايوه. If he didn't. لا. If John had money. لو كان معاه فلوس. كوما. كوما ايوه. باي ذا جيتار. والله العظيم الجملة الثانية وود والفعل والمصدر. وود باي ذا جيتار. ذا جيتار. وطبعا ممكن تكتب وود بالاختصار لو انت عايز، يعني اللي هي اصلا كانت بتتكتب كده دي ابوستروفي وعليها دي كده. ده الاختصار بتاعها لو انت عايز تكتبها يعني. If John had money دي مش حقيقة. لو كان معاه فلوس في الماضي he would buy the guitar. كان اشترى الجيتار وده مش هيحصل لأن ده جملة في الماضي. Number five. They said هم قالوا that the blue shirts are their shirts. هم قالوا التيشيرتات الزرقاء دي بتاعتهم. عايزين نخليها استنى عشان افهمهم القاعدة. عايزين نخليها جملة. هم خد بالك كده they said that هم قالوا the blue shirts are their shirts. Theirs. عايزين نقول نفس الجملة بدل ما كنا بنقول their shirts. أنا كنت مفهمها لك قاعدة سريعة كده، لازم theirs اللي بتاعتهم دي ما نجيبش وراها اسم. هم قالوا إن التيشيرتات الزرقاء بتاعتهم هي نفس الجملة. بدل ما كنت بتقول their shirts هتشيلها وتخليها كلمة theirs بس. ولو قريت الجملة هتلاقي الموضوع منطقي. They said that هم قالوا إن يلا حد يقول the blue shirts are theirs. ليه يا مستر ما حطش بعدها حاجة؟ لأن أنت عارف إن theirs دي بيجيش وراها اسم، هو ده الآخر بتاعها. ممكن تقول these are their shirts أو these shirts are theirs وتسكت. لأن بعد mine بعد yours بعد his أو hers أو theirs أو ours لازم تسكت، ما تقولش وراها اسم. هي بتيجي كده وتسكت، ما بتجيبش وراها اسم. طيب بعد كده هنقول قاعدة. طيب انا هميوت الناس زي ما انتم عارفين، طبعا الدوشه شنيعه جدا. فتعالى نقرا القطعه، الخطوات والحاجات المهمه يعني جاوبناها مع بعض. القطعه read the following passage and answer the question. 2000 years ago من 2000 سنه when something important happened لما حاجه مهمه بتحصل people told each other about it. الناس بتبلغ بعض والله عن حاجه زي كده، ما كانش في جرايد. News traveled slowly. الأخبار كانت بتسافر من مكان لمكان ببطء كبير جدا. The new printing press was invented 200 years ago. الطباعة بتاعة الصحافة تم اكتشافها واختراعها كده invented اختراعها من 200 سنة. And the newspapers were sold on the streets every day. والجرائد بقت تباع في الشوارع كل يوم. Now we have a lot of daily and weekly newspapers. دلوقتي احنا بقى عندنا جرايد اسبوعيه تنزل كل اسبوع بس، وجرايد يوميه ديلي يعني يومي، ويكلي يعني اسبوعي. Reporters المراسلون go to the scene of a news
ستوري بيروحوا عند مشهد والحدث بتاع القصه اللي حصلت. يعني نفترض مثلا في حادثه كبيره ولا حاجه، تلاقي المراسلين كلهم بيجروا على المكان ويبتدوا يشوفوا القصه حصل ايه ويبتدوا يجمعوا اخبار. They write بيكتبوا about it، about ايه؟ عن النيوز ستوري، عن الحادثه اللي حصلت او القصه اللي حصلت. And the photographers take pictures، والمصورين بقى يبتدوا ياخدوا صور. The editor المحرر اللي قاعد في الجريده مستنيك، انت والمصور، انت الريبورتر وانا المصور، صورنا وجبنا الخبر نبعته للمحرر يبتدي يراجع ورانا يشوف ايه اللي ينفع يتحط في الصفحه الاولى. The editor reads and decides، بيقرا ويقرر. What will be in the paper، ايه اللي هيحط في الجريده. If there are mistakes، لو في غلطات، he will change some words، يصلح بقى الغلطات الإملائية اللي أنا ممكن أكتبها. Sometimes أحيانا the editor says، بيقول hold the front page، خلولي الصفحة الأولى، أنا معايا خبر مهم جدا. This mean a story is very good، ده معناه القصة مهمة جدا وكويسة. And will appear on the front page، وهتطلع في الصفحة الأولى. It's very exciting for the reporter who wrote it، حاجة طبعا مثيرة ومهمة ومبسوط جدا أنا لو مراسل وجايب خبر وهيتحط في الصفحة الأولى. Answer the following question: Why did the news travel slowly in the past؟ ليه الأخبار كانت بتسافر ببطء في الماضي؟ أكيد عشان ما كانش فيه صحافة. ما هو بالعقل كده، أول ما الصحافة ابتدت تبقى فيه طباعة للصحف فابتدت تتباع كل يوم في الشارع، خلاص بقت الأخبار بقت سريعة. طب ليه زمان كانش فيه يعني الأخبار بتمشي ببطء، بتسافر ببطء؟ الإجابة علشان ما كانش فيه printing presses. هقول because للي عايز يكتب، there weren't، ما كانش فيه printing presses، ما كانش فيه طباعة الصحف وطباعة بقى الجرائد والكلام من ده. Printing presses، because there weren't printing presses. طيب ده كده بالنسبة لأول سؤال في القطعة. Number two، What does all the front page mean؟ ايه معنى خلولي الصفحة الأولى دي، معناها ايه؟ الإجابة اهي، This means a story is very good and will appear on the front page. ده معناه ان القصة شيقة ممتعة لازم تنزل في الصفحة الأولى. This means the story، معناه ان القصة is very good، هي قصة كويسة جدا. And will appear، وهتظهر on the front page، وهتظهر في الصفحة الأولى. This means a story is very good and will appear on the front page. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. The underline word عايدة على ايه؟ على المشهد ولا النيوز ستوري ولا بيكتشر ولا نيوز بيبر؟ اقرا كده الجملة تاني. Reporters go to the scene، بيروحوا للمنظر للمشهد، of a news story، بتاع القصة الحدث المهم اللي حصل. They write about it، أكيد بيكتبوا على القصة اللي حصلت اللي هي news story. مش هيكتبوا بقى أنا رحت المكان والمكان كان مثلا في أنوار وفي كهرباء، لا مش هيكتبوا على المكان، بيكتبوا على الحدث المهم، القصة اللي حصلت. Number four، the كذا changes some words، بيغير بعض الكلمات to correct the mistakes، عشان يصلح الأخطاء. أكيد the editor، ما هو reporter المراسل، photographer المصور، reader القارئ اللي بيقرأ جاي من read، editor المحرر. طيب السؤال دوت كنا جاوبناه من شوية واحنا بنجاوب في الأسئلة. Why couldn't Mary and Jack have another late night؟ ليه ما ينفعش جاك وماري يتأخرهم ويبقى عندهم ليلة تانية متأخرة؟ عشان شغل المدرسة هيبتدي يتأثر. زي ما ماما قالت كده الإجابة، because their school، mom said، عايزين يعني نكتب إجابة perfect كده، mom said their school work will suffer، هيبتدي شغلهم يتأثر بتاع المدرسة، مش هيبقوا مركزين. If they had
another late night. لو هيبقى عندهم ليلة تانية الشغل بتاع المدرسة بتاعهم هيتأثر طبعا. Because mom said their school work will had a will suffer. طيب السؤال اللي بعده, what did the factory manager want Uncle Ted to do? Uncle Ted, الراجل لما كلمه في التليفون كان مصمم على حاجة. قال له تعالى الميتنج وديسكاس, قول لنا ايه اللي حصل. He asked Uncle Ted to come. He asked Uncle Ted to come to meeting to discuss, عشان يناقش what is happening. تعالى اشرح لنا وديسكاس معانا, قول لنا what is happening in the old bomb house. تعالى قول لنا ايه اللي حصل في الاولد بومب هاوس. He asked Uncle Ted to come to a meeting to discuss what is happening in the old bomb house. طيب بعد كده the inspector can do nothing without any, ما يقدرش يعمل لهم حاجة evidence. بالظبط مظبوط الكلام ده, evidence. من غير دليل يا جماعة أنا هقدر أعمل لكم إيه؟ evidence. طيب the nature A will protect the environment. يبقى natural reserve, المحمية الطبيعية, natural reserve. اكتب كده طبعا الناس اللي حافظة الكلمات, يعني 5-6 دقايق ماشي, لازم نكون سرعة شوية. natural reserve and everyone have to do. هي give everyone a good job, وظيفة حلوة يقدر يشتغلها. good job, give good job, هي حاجة من الاثنين, نحافظ على البيئة وكمان تدي لكل واحد وظيفة حلوة يعملها. بعد كده عندنا الparagraph, لازم نكتبه من 5 جمل. زي ما احنا قلنا عندنا 20,000 جملة تكتبها طالما هي صح. ده شكله my new apartment, شقتي الجديدة. clean, نظيفة. big, كبيرة. flower, أرض أو أرضية. kitchen, المطبخ. bedroom, غرفة النوم. 10 years, 10 سنين. balcony, البلكونة. والله احنا ممكن نكتب الباراجراف زي ما اتفقنا قبل كده في الماضي, نكتبه في المضارع اللي يعجبك. انا هكتبه في الماضي, هقول لك نفس الباراجراف اللي موجود. yesterday we moved to our new apartment. والله احنا امبارح اتنقلنا للشقه الجديده بتاعتنا. apartment يعني شقه, احنا امبارح نقلنا الشقه الجديده بتاعتنا. عايز اقول هي شقه كبيره وكويسه, وشقه كبيره مثلا وواسعه نظيفه. عايز تقولها في الماضي ماشي, عايز تقولها في المضارع ماشي اهو. عايز تكتب today we move عادي to our apartment, new apartment. عايز اقول ان انا هوصف الشقة بتاعتنا, it is clean and big, هي كبيرة ونظيفة. it is clean and big. عندنا كلمة kitchen, عندنا كلمة مثلا bedroom. اوصف بقى المكان. it has يعني لديها, أو there is, الاثنين صح. الشقة دي فيها أو لديها, بس أنا هقول الجمل الأسهل بالنسبة لي أنا. there is a big kitchen. there is a big kitchen next to the bathroom. في والله مطبخ كبير جنب الحمام. there are two أو three bedrooms, في 3 غرف نوم. عادي جمل كلها قصيرة وبسيطة أهو. دي استخدمت كيتشن وبيدروم. عايزين نستخدم كلمة فلور. فلور دي بمعنى أرضية أو بمعنى طابق. طابق يعني في الدور. أقول لك أنا ساكن في الدور العاشر, فهقول it's on the third floor, هي في الطابق الثالث. أنا ساكن في الدور الثالث. it's on the third floor. حد يقول it's on the bottom floor, واحد يقول it's on the top floor, هي في الطابق العلوي. عادي اللي يعجبك, أي جملة سهلة وبسيطة. 10 years يعني 10 سنين. ممكن أقول أنا عايش هنا بقالي, بس مش هقول هنا بقالي 10 سنين, أنا عندي 10 سنين عادي. إني بتكلم على نفسي هقول I am 10 years old, أنا عندي 10 سنين.
وفي بلكونة كبيرة أو واسعة. There is a wide يعني واسع balcony يعني بلكونة كبيرة. I like my new apartment. والله أنا عجبتني الشقة الجديدة دي. هدول أكتر من خمس جمل أهم، وبنحاول دايما نكتب جمل قصيرة وسهلة وبسيطة. Today we move to our new apartment. It is clean and big. There is a big kitchen next to the bathroom. There are three bedrooms. It's on the third floor. الشقة دي في الطابق الثالث يعني. I'm 10 years old. There is a wide balcony. I like my new apartment. عشان خلاص ناقص لنا وقت قليل. He needs to go to the dentist. هو محتاج يروح الدكتور. ماذا يحتاج؟ والله العظيم مضارع needs بتاع does بتفكرك اللي انت تحط does في السؤال. فهقول what does he need to do؟ هو محتاج يعمل ايه؟ What does he need to do؟ ايه يا مستر اللي خلانا استخدم does؟ الإجابة فيها needs to، اسم المضارع وراها الفعل في المصدر. Needs to، أدي go أهي الفعل في المصدر. ونفس القصة needs to do بعد needs to. ليه هنا شدنا الإس عشان جت does؟ يبقى what does he need to do؟ هو محتاج يعمل إيه؟ He needs to go to the dentist. Yes, he can play tennis. Can he؟ بتسأل السؤال بكان هي؟ لأن الإجابة فيها can. Can he play tennis؟ Yes, he can play tennis. ده كده فكرة عامة عن زي نحل امتحانات English World. نصيحتي ليك دايما يعني حاول تحل امتحانات English World. النهاردة آخر مرة يا شباب يعني هنتقابل فيها أونلاين. هتوحشوني يعني، مش عارف هيبقى فيه كورسات صيف ولا لأ، ولكن حتى لو ما تقابلناش في الصيف واتقابلنا في بداية الدراسة لازم تذاكروا وتجتهدوا. انا ما عنديش ادنى مشكله اللي انت تلعب وتنبسط وتخرج وتفرفش اللي انت عايز تعمله، بس لازم تذاكر لان انتوا اكبر ناس عندي سنه خمسة، وانا السنه الجايه اللي مش هيذاكر كويس انا بجد مش هاخده معايا في سنه ستة. حتى لو العدد قل بقى عندي 10 يعني طلاب احسن ما يبقى عندي ناس كتيره وناس كبيره في السن. عارفين يعني ايه واحد في ستة ابتدائي؟ خلاص يعني انا مش هينفع اسسك ايه. انت المفروض تبقى طالع درست جرامر خمس ست سنين، فانت خلاص شاطر ومجتهد. ما تجيش السنه الجايه بقى اقول لك الماضي تقول لي يعني ايه ماضي. ما تجيش السنه الجايه تقول لي يعني ايه مضارع بسيط، انا ما اعرفش الكلام ده، انا نسيت. ما ينفعش. فانتوا اكبر ناس عندي لازم تذاكروا وتجتهدوا. ربنا يحفظكم جميعا يعني، وانا معاكم على الجروب في موضوع البحث. هنعرف بكره كل التفاصيل. اللي يحتاج اي حاجه يبعتني، انا ان شاء الله يعني هكون معاكم على الجروب. اللي يحتاج اي حاجه يبعتني. ثانك يو ايفري وان. اللي محتاج يتفرج على الفيديوهات تاني، التسجيلات الصوتيه على الجروب، فيديوهات الجرامر على الجروب، الفيديوهات بتاعت الشرح اونلاين هي موجوده على الجروب وعلى اليوتيوب. هتوحشوني. ثانك يو سو ماتش، ونشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.